هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، بداية مسح الخفين هل تبدأ من الحدث أو تبدأ من أول مسح بعد؟ هذا على قولين، المذهب أنه من الحدث كما مر بكم البارحة في العمدة، أنه من الحدث لأنه سبب المسح، الحدث هو سبب المسح يبدأ من الحدث. والقول الآخر أنه يبدأ من أول مسح بقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة، الأمر سهل في هذا. نعم.